الجيش بتاعتها عاليه، الجيش هتعمل مدفولين، مفيش يعني باي لو في اوروبا كلها محدش يحط ماشي. القصه دي اتغيرت، الاول كانت ماشي نول كيس وكانت شركات كتير بتحط ماشي، بعد كده بقى ماشي الريكارنس بس الحالات الفيرست ابروتش، لا لو الريكارنس حط ماشي، وبعد كده اكسباند ان انت تحط ماشي كومبليتلي خالص. يبقى احنا دلوقتي لو احنا عملنا هيستريكتومي بس القصه دي مش هتنفع، لان انت ممكن بعد ما تعمل هيستريكتومي وتشيل اليوترس ترجع لك الحاله بفولت برولابس بعد شهر او اثنين او ثلاثه او ست شهور، فانت محتاج تعمل حاجه ثانيه عشان ما يحصلش ده. الجايد لاين بيقول لك وانت بتعمل فاجينا هيستريكتومي لو قررت تعمل فاجينا هيستريكتومي اضف للعمليه بتاعتك حاجه من الثلاثه اللي موجودين. اعمل باكول كالدوبلاستي معناها ان هعمل ديسكشن للدوجلاس باوتش وارفع الدوجلاس باوتش عشان ما ينزلش فيه انتستل وتعمل لك انتروسين. او خيط الكاردينال واليوتروساكرا اللي اتقطعوا حصل لهم ستريتش وخيطهم في الفولت بتاعك عشان تحمل الفولت ما يقعش تاني، او ثبت الفولت في الساكوس باينس ليجمنت واعمل ساكوس باينس ليجمنت فيكسيشن. فدولت الثلاثه يعني بريفنتيف تولز اللي معانا وقت الفاجينال هيستريكتومي لازم نضيفهم على العمليه بتاعتي عشان ازود السكسس ريت واقلل الريكارنس. ايه اللي بيخلي اليوترس امبليس؟ حسب ديلانسي ما قال الليجمنت اللي ماسكين السيرفكس اللي هم الماكن رود من الجناب او اللاترال سيرم واليوتروساكر من ورا، هم دول اهم ليجمنتس ماسكه السيرفكس مكانه. ولو الليجمنت دي حضرتك قدرت تعوضها يبقى العيانه دي حضرتك هتصلح البرولابس. هو حصل ديفكت في الليجمنت، فالليجمنت دي يا اتقطعت يا بقت ستريتشد، حضرتك محتاج تعمل عمليه ترجع الدنيا زي ما كانت وتبيلد الليجمنت دي من جديد. بما ان التفكير اناتوميكال ده كويس يبقى احنا اول عمليه ممكن نفكر فيها اسمها يوتروساكرال ريكونستراكشن. ان احنا اليوتروساكرال ليجمنت ماسك من اليوترس قدام لحد السكرم ورا بيحصل له ستريتش بيحصل له كات، فانا اعمل خد نان ابزوربابل وابدا اكشكش اليوتروساكرال على الناحيتين فارجع تاني اليوترس من قدام لورا. العمليه تتعمل اوبن او تتعمل لابروسكوبيك. فدي حاجه لازم تاخد كل المانوفر، سواء حضرتك بتعرف تعمل يوريتيك ايدنتيفيكيشن قبل ما تبدا هتحط يوريتيك ستين، هتعمل اسمه بريتونيال ريليز وتسحب اليوريتر بعيد، بس لازم عشان تتجنب الشانس اوف 10% يوريتيك انجري موجوده في الحاله بتاعتك. ده اليوتري سكر احنا بنخيط وبعد كده بنتايتن الستيتش بتاعتنا، فاليوترس بيبدا يرجع تاني ناحيه السكرم من ورا وبالتالي بنقلل الانسا بتاعت الكولابس. العمليه دي السكسس ريت بتاعها كويس وعمليه سهله. الكومبليكيشن بتاعتها الوحيده ان انت لازم تبراكتس ان انت تبعد عن اليوتر، ده المسافه اللي بين اليوتروساكرال واليوتر، فاحنا قريبين من بعض قوي، فلازم تبقى انت تبذل مجهودك شويه تافويد اليوتر عشان ما تعملش انجن زي اليوتر. في عيانين ما عندهمش يوتروساكرال بيبقى كومبليت كاتوفايد، العيانه اولد ايج مش ما عنديش يوتروساكرال اعمل له ريكونستراكشن، يبقى الحل ايه؟ الحل ان انا استعيض بمش بدل يوتروساكرال. المش دي لو انا دخلت ابدومينال ابروتش هحطها فين؟ هحطها كابنج المسافه من الباك اوف ذا سيرفس او الباك اوف ذا بول لحد ما اوصلها للساكرال بروفونتري واخليها ريترو بيرتونيال. بمعنى ان انا هخش ابدومينال همسك البريتون اللي فوق البرومنتري وابدا اسلك البروتون على السكرم وافتح البروتون بتاع الدوجلاس باوتش، احط شبكه في الحته دي اشبكها في البرومنتري فوق واشبكها في السيرفكس من تحت، فالشبكه دي ازيف ان انا بيلد يعني سنسيتيك يوتو سكر ليجمنت. اليوتو سكر الساكوكولبوبيكسي عمليه اقل ديسبارولي، عيبها ان هي ابدومينال ابروتش، عيبها ان العينه بتقعد وقت في العمليات، عيب ان العيانه فيها ابدومينال يا اما ابدومينال كات يا اما لابروسكوبيك، فمش فيها ان انا محتاج ان انا ادست الريتروبوتينال بتاع اللي قدام السكرم، فدوت مش دايما في شغلنا فيزبل. احيانا في عندنا اندوميتيوز، عيانه فيها اديجن ورا، عيانه عامله ريكتال ايدج، عيانه فيها فتحه بطنها كذا مره وفي انتستد في المنطقه دي، فاحيانا ما بعرفش اعمل الديسكشن بتاعي. ممكن احط المش من ورا بس، وممكن احط المش انتيرو بوستيرو واشبكها في الباك اوف ذا سيرفس وانزلها في الدوجلاس باوتش كله واشبكها تاني في السكر برومونتر. السكسس ريت بتاعت الساكرو كولبوبيكسي الكتب بتتكلم من
98% وتنزل تنزل لحد حاجة و70% حسب الايد والجراح وبتتعمل ازاي. في الاول كان بيقول الابدومينال احسن من اللاباروسكوبيك، دلوقتي مع الادفانس بتاعت اللاباروسكوب النتائج بين اللاباروسكوبيك والابدومينال نفس الكلام. فهي عمليه كويسه جدا، بنحط المش بعد ما احطها واخيطها في البرمونتي اقفل البريتون تاني عشان تبقى المش مدفونه ريتروبريتونيا عشان ما تعملش انفيتيشن لاي اديزه مع التسن او تعمل لي اوبستراكشنز بعد كده. العمليه دي رغم ان هي حلوه بس احنا قلنا ان هي الريكفرنس بتاعها قليل، الديسبرونيا قليله بس الكوست عاليه. فتحنا الجوتيتال ميد لاين بتاعنا، بعد كده بنخش لاكرا في الباريكتال سبيس عباره عن ديستنكشن بلانت ديستنكشن. ببدا بلانت ديستنكشن في لاكرا تو ميديا لان انا بسلك الباريكتال سبيس ما اضغطش على الريكتال فقط على اللاكرا دول بحيث انا اخش في الباريكتال سبيس بتاعي. طول ما انا بسلك الباريكتال بتاعنا بنبدأ نسلكهم بنبدأ نسلكهم بنبدأ نسلكهم. لحد ما انا بوصل لحد الاسكال سباين واليوتو ساكر ليجمنت. لما بنوصل لهم بنبدأ ناخد فيهم الستيتشز بتاعتهم. ده منظر الديسكشن هاو تو ديسك فروم لاترال تو ميديال عشان ابدأ ازق الريكتال بتاعي والريكتال بيلرز بتاعتي وابدأ اخش انسايد ولاترال جنب الركبه لحد ما اوصل لحد الاسكاسباين. نحط مبعدات طويله في المنطقه ديت عشان اشوف الساكروسباينس ليجامنت وابدا اخد فيه الاستيتش بتاعتي. من دوت انت بتاخد الاستيتش بتاعتك. ممكن ناخد الاستيتش بتاعتنا بنيدل وده صعب شويه عشان الكيرف بتاع النيدل مع الدبس بيبقى صعب حبتين. وفي كذا ايدس دلوقتي موجوده في السوق بتساعدك ان انت تاخد الاستيتش بتاعك. هناخد الاستيتش بتاعتنا اطلع بالاستيتش وابدا اخيطها في البولت في المنطقه بتاعت البولت. بقفل السيشن بتاعي وبعد كده ستيتشز او 10% ريتيرن انجري. فدي حاجه لازم تاخد كل المانوفر سواء حضرتك بتعرف تعمل ريتيرن ايدنتيفيكيشن قبل ما تبدا هتحط ريتيرن ستاند هتعمل اسمه بريتونيال ريليز وتسحب اليوريكال بعيد بس يعني لازم عشان تتجنب التشانس اوف 10% ريتيرن انجري موجوده في الحاله بتاعتك. ده اليوتو سكر احنا بيتخير 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 وبعد كده بنتايتن الستيتش بتاعتنا فاليوترس بيبدا يرجع تاني ناحيه السكه من ورا وبالتالي بنقلل الانسه بتاعت البولانس. العمليه دي السكسس ريت بتاعها كويس وعمليه سهله. الكومبليكيشن بتاعتها الوحيده ان انت لازم تبراكتس ان انت تبعد عن اليوتر. ده المسافه اللي بين اليوتو سكر واليوتر فاحنا قريبين من بعض قوي فلازم تبقى انت بتبذل مجهودك شويه تافويد اليوريتر عشان ما تعملش انجري زي ورا. في عيانين ما عندهمش يوتو سكر، يوتو سكر بيبقى كومبليت تو فايد، العيانه اولد ايج، مش ما عنديش يوتو سكر اعمل له ريكونستراكشن، يبقى الحل ايه؟ الحل ان انا استعيض بمش بدل يوتو سكر. المش دي لو انا دخلت ابدومينال ابروتش هحطها فين؟ هحطها جابنج المسافه من الباك اوف ذا سيركس او الباك اوف ذا بولت لحد ما اوصلها للسكر برومونتري واخليها ريترو بريتونيال. بمعنى انا هخش ابدومينال همسك البريتون اللي فوق البرومونتري وابدا اسلك البريتون على السكر موقع البريتون بتاع الدوجلاس باوتش احط شبكه في الحته دي اشبكها في البرومونتري فوق واشبكها في السيركس من تحت. فالشبكه دي ازيف ان انا بيلد يعني سنسيتيك يوتو سكر ليفر. اليوتو سكر السكر بالبوبيكسي عمليه الاشهر الاقدم اقل ريكارنس ريت اقل ديسبارولي. عيبها ان هي ابدومينال ابروتش، عيبها ان العينه بتقعد وقت في العمليات، عيبها ان العينه فيها ابدومينال يا اما ابدومينال كات يا اما لابروسكوبك فمش فيها ان انا محتاج ان انا ادسكت الريتروبرتونال بتاع اللي قدام السكرم. فدوت مش دايما في شغلنا فيزيكال، عينه في عندنا اندوميتروز، عينه فيها
قديجة مرة عيانة عاملة ريكتا إنج عيانة فيها فتحة بطنها كذا مرة وفي انتستد في المنطقة دي، فأنا ما بعرفش أعمل الديسكشن بتاعي. ممكن أحط المش من ورا بس، وممكن أحط المش أنتيرو بوستيرو وأشبكها في الباك أوف ذا سيرفس وأنزلها في الدوجلاس باوتش كله وأشبكها تاني في السكر برومنتال. السكسس ريت بتاعة السكر كولبوبيكسي الكتب بتتكلم من 98% تنزل لحد حاجة و70% حسب الإيد والجراح وبتتعمل إزاي. في الأول كان كل الأبدومنال أحسن من اللابروسكوبيك، دلوقتي مع الأدفانس بتاع اللابروسكوب النتائج من اللابروسكوبيك والأبدومنال نفس الكلام. فهي عملية كويسة جدا، بتحط المش بعد ما أحطها وخيطها في البرمونتي أقفل البريتون تاني عشان تبقى المش مدفونة ريتروبريتونيال عشان ما تعملش انفيتيشن لأي أنديشا مع انتستن أو تعمل أوبستراكشنز بعد. العملية دي رغم ان هي حلوة بس احنا قلنا ان هي الريكارنس بتاعها قليل، بالنسبة لي قليلة بس الكوست عالية والاوبرتيف تايم صعب، وفي نفس الوقت العيانين دول مش هعرف اعمل لهم اني ابدومنا الابروش. العيان دي مش هتقبل ان انت تعمل لها ابدومنا الابروش. العيانين اللي فيهم مالتيبل ابدومنا الانجري صعب جدا تخش ابدومنا الابروش، او عشان احنا دكاترة ننسى فاحنا بنحب الفاجينا السيرجي فده الابروتش بتاعنا، عشان كده بنفكر في حته ثانيه نثبت فيها البولت. احنا بنفكر في الساكروسباينس ليجمنت. الساكروسباينس ليجمنت ده فيري تاف ليجمنت موجود في المنطقه دي بين الاسفالسباين والكوكسكس والسيكرم من ورا، متغطي من قدام بالكوكسجيس ماسل. الساكروسباينس ليجمنت لو ان هو ليجمنت ما يعرفوش الدور بتاعته، بس هو بيثبت السيكرم والاسفل في الايديوت. ممكن كان ليه زمان ليه علاقه بالتيل بتاع الحيوانات، وهل هو كان ليه جول في تحريك الديل ولا لا، بس هو ما بيحصلوش اتروفي، ما بيحصلوش ستريتش، وبيفضل بنفس التكشر بتاعته على طول. عشان كده ده اختاروه ان احنا نثبت ده المنظر بتاعنا بعد ما نثبت العيانه البوست. ده الساكروسباينس ليجمنت بيبقى عباره عن 1 سنتيمتر بعيد عن الميد لاين، وبنثبت فيه البولت بتاعت العيانه. لو احنا نبص دي العيانه فيها ده فولت كولابس عامله سب توتال وفيها فولت نازل لحد هنا، المشاينه كلها انفيرتد بوستيريوري فيها سوستيريوري وكوسير، بنسحب الفولت قدام وبنستريتش البوستيريو وول وبنفتح لوجيتيبنا الميد لاين. فتحنا لوجيتيبنا الميد لاين بتاعنا، بعد كده بنخش لاترال في الباير ريكتال سبيس عباره عن ديستنكشن بلانت ديستنكشن. ببدا بنط السكشن فروم لاترال تو ميديال، ان انا بسلك الباركتال سبيس ما اضغطش على الركبه فقط على اللاترال وول بحيث انا اخش في الباركتال سبيس بتاعي. طول ما انا بسلك الباركتال بتاعنا بنبدا نسلكه لحد ما انا بوصل لحد الاسكال سباين واليوتو ساكرال ليجمنت. لما بنوصل لهم بنبدا ناخد فيهم الستيتش بتاعتهم. ده منظر الستيتش هاو تو ديسيت فروم لاترال تو ميديال عشان ابدا ازق الريكتال بتاعي والريكتال بيلرز بتاعتي وابدا اخش انسايد ولاترال جنب الريكتال لحد ما اوصل لحد الاسكال سباين. نحط قاعدات طويله في المنطقه ديت عشان اشوف الساكروسباينس ليجمنت وابدا اخد فيه الاستيشن بتاعتي. نبدا نحط المباعد وهنبدا نقول يعني هي محتاجه ده اللي بتسكر جوه. ده اللي بتسكر الليجمنت بتاعنا جوه، احنا زقينا الريكتر ميديالي حطينا مباعد يمين ومباعد تحت. الفيو ده بنشوفه فعلا كويس لو خلاك عندك مباعدات كويسه عامل السكشن كويس. وبعد كده في الليجمنت ده تقدر تاخد الاستيج بتاعك. ممكن ناخد الاستيج بتاعتنا بنيدل، وده صعب شويه عشان الكيرف بتاع النيدل مع الدبس بيبقى صعب حبتين، وفي كذا ايدز دلوقتي موجوده في السوق بتساعدك ان انت تاخد الاستيج بتاعك. هناخد الاستيج بتاعتنا اطلع بالستيتش وابدا اخيطها في البولت في المنطقه بتاعت البولت.
بقفل السجن بتاعي وبعد كده بسحب بربط الخيط وازق الفولت لجوه، هو بيسحب لي الفولت للمكان اللي خدت فيه الستيتش لاترال، وبيحصل لي ريزامشن للاناتومي اللي كان ديسترب بعد كده. ده المنظر بعد العمليه. الفاجينا بقت طويله مدخله نفس الموبايل اللي موجود. ممكن لو انا عايز اعمل لها ريبوزيل بالفيجيوغرافي ده الفيزيبل موجود معايا. عشان اعمل العمليه دي انا محتاج ان انا اورينت بتاع الفاجينا والاناتومي بتاع الساكرو سباينال ستيجمنت، وعارف ان ورا الاسكال سباين ده المكان اللي بيعدي فيه البيوتندر نيرف. فانا مش مسموح لي اجي اخد الستيتش بتاعتي على الاسكال سباين بالظبط، انا محتاج ان انا اخش ميديالي حوالي سنتي او سنتي ونص بعيد على الاسكال سباين عشان ما اعملش انجري للبيوتندر نيرف فيزلز. وفي نفس الوقت حضرتك بتبص فوق عندنا السياتيك نيرف، فانا ما ينفعش اطلع فوق الليجامنت واخد فيه ستيتش. الالات اللي حاليا موجوده بتساعدنا، المايو هوف ودوت موجود عندنا ودوت ريوزابل بيتعقم ونحط عليه خيط بي دي اس وناخده. الاله الثانيه اللي هي النهارده بتكلم عن الدكتور مصطفى على الكابيو، ودي ليها خيط مخصوص. ميزه الكابيو ان هو هي اله واحده هتخش تاخد ستيتش وتطلع بالخيط تاني، يعني هي نفس الاله بتخش تلضم الخيط في الليجمنت وتسحبه وتطلع بيه تاني، فانت مش محتاج تعمل ديستنشن عادي، مش محتاج تحط المبعدات دي. قصه الكابيو نفسها. وبعد الكابيو اخترعوا كذا حاجه شبه الكابيو، اسامي كتير وشركات كتير موجوده عندنا. يبقى احنا كده احنا بنتحول من ابدومينال او لابروسكوبيك مع بعض او نتحول لفاجينال ابروتش وساكرو سباينال سيجمنت فيكسيشن. وبعد كده زمايلنا بتوع المسالك بداوا يفكروا هي الاله بتعمل كده، مجرد تاخد ستيتش وتطلع لك بيه، فانت مش محتاج تعمل ديستنشن، محتاج تعمل ويندو صغيره وبتحس بانها بالبيشن وتدخل الاله تاخد لك الغرزه وتطلع. لما الدكاتره بتوع المسالك بداوا يفكروا هو ليه العينه فيها الكونتنس، فاحنا ممكن بدل ما نعمل ديستنشن ونعمل بيرش ونصلح كل الكلام دوت نحط تيب رفيع يعمل فايبروزس. بما ان هو الكلام يمشي مع الكونتنس بداوا يفكروا طب ما القصه اللي انت قلت لي من الاول ان ده يوتو ساكرال ليجامنت ديفكت وكاردينال ليجامنت ديفكت، فانت تحط لي تيب بمينيمال انفيزيف تكنيك عشان يعوض الليجامنت ديفكت اللي موجود. زي قصه ان انا بشيل اليوريسكا في الانكونتنس، فبداوا يفكروا في التيبس. فالتيب البوستيريور زي التي في تي تيب من قدام، احنا هنعمل تيب بوستيريور عشان يعوض اليوتو ساكرال. فاول تيب نزل في السوق حاجه بيسميه بوستيريور اي بي اس، اسمه اي بي اس تيب. ده اول تيب نزل في السوق، تيب كبير بآلة كبيره. دي كانت رساله الدكتوراه بتاعتي عليه اول ما نزل وكان عامل ضجه غير عاديه. التيب ده اتمنع خلاص، اخد وقته واتمنع. نوع المش بتاعته احنا بتخش ورا الانس 3 سنتي لاترال 3 سنتي بوستيريور، ونعدي التروكر بتاعنا زي التروكر بتاع التي او تي او التي بي تي، بنعديه في الاسكريبتال فرصه ونطلع جنب بره في البار ريكتال من هنا والبار ريكتال الناحيه الثانيه ونثبت التيب فوق. عملية تبان ان هي سهلة، بس هي الكومبليكيشن بتاعتها كانت عالية، الريكارنس عالية، عشان لو ان الاي بي اس تيب ما بيوصلش لحد الساكرو سباينس ليجمنت، هو بيوصل تحتيه. هو ما بيعملش ساكرو سباينس ليجمنت، هو بيعمل حاجة اسمها انفرا كوكسيجيال سبورت. فالريكارنس بتاعه عالي، التيب نفسها كانت بتعمل انفكشنز كتير. المهم القصه دي اختفت من الدنيا، ما بقاش موجود التيب. الشركات الثانيه طبعا نطت على الكلام دوت، بقى عندنا ابو جري وافولتا واسامي اسامي اسامي كتير، تيبس صغيره تيبس رفيعه اللي هي مش مختلفه. ودلوقتي ما بتحطش مش خالص. خلينا نتكلم. لما بداوا بقى يعني لقوا ان التيبس لعبه كويسه والمبيعات بتاعتها كتير، فبدا يفكر. حضرتك قلت لي ان اليوتو سكر والماكل جولز هو عباره عن كوندنسيشن وذا اند اوف، معناها ان اللوجيك بيقول ما تصلحش الليجمنت بس، انت عايز تصلح كل البلفيك فلو فاشل اللي باظت. فبدأوا يفكروا في حاجه اسمها توتال فيشل ريبير. توتال فيشل ريبير معناها ان انا عايز احط تيل يعوض يوتو سكر، وفي نفس الوقت يعوض لي البيوبو سيرفايكال فاشيا دي، ويعوض لي الريكتو فاجنال فيشيا اللي ورا. فبدأوا نزلت في السوق حاجه اسمها بوليفت فيشل، مش كبيرة كده، عبارة عن مش في النص بتاخد كل البيلز فلور وليها كذا ارم يمين وشمال يعوضوا التبس اللي موجودة، كأنها بتعمل توتال فيشيال ريبير. طلعت زي الصاروخ،
كومبليكيشن عاليه جدا، بعد كده اختفت وبقت باند خلاص مش موجوده دلوقتي. ده اللي موجود عندنا، ده الحاجات اللي موجوده حاليا في الماركت، ده الحاجات اللي موجوده في السوق. هتلاقي في موديفيكيشن، اسامي مختلفه، شركات مختلفه، بس ده اول ايديا. احنا الابروتش ايه؟ لحد دلوقتي بما ان احنا كل شويه بنغير الابروتش وبنلاقي حاجات جديده، فاحنا لحد دلوقتي ما عندناش ايديا، ما عندناش ايديا جيت بنتفق عليه. لما تيجي الحاله هقول لك انا داخل اعمل لها كذا، بس احنا بما ان ما عندناش ايديا فانت محتاج تبراكتس كذا حاجه وتيلو العلاج بتاعك اكوردنج تو ذا كيس. حاليا الحاجات الكبيره اللي موجوده، الجوجل بيشتغل فاجينال ساكروسباينس ليجامنت فيكسيشن، الجوجل بيشتغل ابدومينال لابروسكوبيك رايحين ناحيه الساكرو كوربوبيكسي سبورت والفوتو ذا مش والفوتو ريتريال مش، هم دول حاليا الاثنين الكبار بعد كل الفاجينال مش اتمنعت من الدنيا كلها. اتمنى ان انا اكون اديت فكره عن الابروتش واحنا كدكاتره لسه بنفكر ازاي في الايبيكال دولت. شكرا جدا. حضرتك لو عرفتها على العينين اللي عندها برامبو لابس وفولتو لابس هتاخد نتائج كويسه. العينه اللي عندها هاي بيكتوسين وانتوسين هتتصلح لما تعمل ساكو كلوبيكسي. العينه اللي عندها وايت انترويتس وسيكشوال ترابل مش هتستفيد قوي في الحته دي، فانت محتاج بعد ما تعمل ده تنزل من تحت تعمل لها بيرينيوجرافي صغير وتعمل لها تايتنس اوف ذا بيرينيا. نيجي بقى نختلف بقى في العيانين اللي عندهم سيستوسيت. بالظبط احنا كلسه مش مقتنعين ان ده بيفيد. انا عارف ان انتوا كمسالك بتعمل بتحط مش انتيجو في الاوتوبوزايكال باوش فيري ديب وتسحبوها قدام ورا وتثبتوها وتعملوا ريفيرو تستوستيرون ابدومينال الابروتش. يمكن عشان احنا بنصلح السيستوس الاسهل من تحت فاحنا مش محتاجين نعمل ده، فاحنا ما جربناهوش، بس احنا ما عندناش اكسبيرينس للسيستوسيل في القصه. بس انا عارف ان الهاي أول مرة؟ احنا عندنا مشكلتين في السوستيل عشان بقى يعني احنا ده مشكلتين في السوستيل ان احنا دايما عندنا يا اما ميد لاين ديفكت يا اما مرة فاجينال ديفكت. جزء من الريكرنس لو حضرتك ما صلحتش الديفكت عملت كل السوستيل خبطة في النص وسلكت ورحت مخير في الديفكت ورجعت، هي دي بقى دي المشكله. فانت لو انت عملت سايت سبيسيفيك في جيت هتقلل الريكارس. لو عملت سيستوسيل وريكارس احنا هنخش الفاجينا ونعيد الريفير تاني. لو فيلد توايس احنا هنفكر في ابدومنا كوبرش. ده من ناحيه احنا از جاينكولوجي. طبعا انتوا بتوع البلاتر فانت اكيد فكر تاني. بس احنا كجاينكولوجي احنا هنفكر في الفاجينا ابروتش، ولو عندي مشكله فيه انا هصلحه بتكنيك تاني وهخش لاترال اكتر. يعني انا هتشتغل بجينا. اي سؤال يا جماعه من الفروض اللي بتروحها؟ انا عندي سؤال تاني في احمد. الفروض اللي بتاخدها في السكر طبعا في غلط عشان حضرتك سكر وكله بس. تمام كويس. بس بتاخد كام وردة؟ كام وردة في السكر؟ اخش اثنين. اثنين. تمام. وينافو تمام. بتوع البجانب اللي تحت. لا بتوع البجانب اللي تحت انا باخد اثنين في ظهر السيرفس. وبنزل ديب ممكن اخد اثنين او اربعه اكون زادت سنه نزل. ابزوربو مش بلاي بشكل بتاعت الفكره الابزوربو. لا لا مش هستفيد منه.